والآن أعطي الكلمة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فخامة الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية ونحن في رحاب مدينة جدة البوابة الرئيسية لدخول أعظم بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة أن نمثل حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ويطيب لي أن أنقل لكم تحياته الأخوية لأشقائه ولأصدقاء دولة الكويت من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد وللقمة الميمونة كل النجاح. كما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، ولأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وإلى حكومة وشعب المملكة الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المتميز لاستضافة هذه القمة الرابعة والهامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصدغتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تجمعنا بها علاقات تاريخية وروابط عميقة ومصالح استراتيجية مشتركة، لا سيما في ظل هذه الظروف والتحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متعددة ومتسارعة. أصبحت تتطلب منا جميعا المزيد من التشاور والتنسيق والتعاون والتفاهم لمواجهتها عبر بناء تصورات واضحة ومعلنة، سعيا لتحقيق غاياتنا المشتركة ولتعزيز متطلبات الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم. ولهذا التجمع المبارك لدول الخليج العربية الشقيقة وحليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بشكل خاص، ولدول عربية شقيقة نجتمع معها اليوم وتجمعنا بها رؤية مشتركة ووحدة مصير وأمن شامل، وهي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية العراق الجار الشقيق. ويسعدني الترحيب بفخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ترحيبا أخويا خاصا لزيارته التاريخية والأولى لمنطقة الشرق الأوسط، ومشاركته الكريمة في أعمال القمة الاستراتيجية، مستذكرا وبكل فخر واعتزاز ما وصلت إليه علاقاتنا المشتركة
نحن دول الخليج العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصغيرة من إنجازات ملموسة في مختلف المجالات، وما يعكسه ذلك من عامل محفز لمواصلة جهودنا لدعم المصالح الاستراتيجية بين الجانبين. وهنا لا يسعنا إلا أن نستذكر قيادة وشعبا ببالغ التقدير والعرفان الدور البارز الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية قيادة وحكومة وشعبا في التصدي للعدوان ورد الطغيان في ملحمة لن ينساها التاريخ، جنبا إلى جنب مع إخواننا دول مجلس التعاون وعلى رأسهم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة والصديقة وكافة الشعوب المحبة للحرية والسلام في عملية تحرير دولة الكويت من غزو النظام العراقي القاشم البائد عام 1990. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، تفتخر دولة الكويت بانتمائها إلى هذا التجمع المبارك ألا وهو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما حققه هذا الكيان الأخوي المتين من إنجازات مشهودة ولسنوات عديدة تزيد عن عقود أربعة عبر فيها الأشقاء الأعضاء في مجلس التعاون بلحمة الدم والنسب والدين ووحدة المصير إلى بر الأمان، محققين النهضة والازدهار لشعوبها، متضامنين في قضاياها المشتركة ومتفاهمين برؤية وعمل مشترك، مسطرين نموذجا راقيا في الاتفاق والاختلاف دون الخلاف، وأوفياء لوطنهم، محبين لشعوبهم، ليصلوا بذلك إلى احترام العالم أجمع لهم ولشعوبهم. واسمحوا لي أن أؤكد وبكل ثقة على أننا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ماضون في مساعينا الحميدة نحو تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك استنادا إلى إيماننا المطلق بضرورتها وأهميتها في ظل أحداث تستوجب الاتحاد والتكامل والتقارب للتباعد والتجمع للانفراد والتكاتف للانعزال. وإننا نتابع عن كثب مستويات التعاون الخليجي الأمريكي والتي شهدت نمواً متميزاً يدفعنا إلى مواصلة بحث سبل تطويرها للارتقاء بمقومات التعاون الخليجي الأمريكي على كافة الأصعدة والمجالات. وفي هذا الصدد فإننا في دول مجلس التعاون نأمل بأن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة التي استغرقت عقودا طويلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، داعين للعمل على إنجاح مسيرة السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع دولنا والعالم أجمع بما يساهم في جعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن أهمية مواصلة العمل المشترك نحو التصدي للهجمات الإرهابية ضد المناطق
المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحد من تهديد أمن الملاحة والممرات البحرية. وفي هذا الشأن اليمني، فأننا نثمن جهود الأشقاء في اليمن وعلى رأسهم مجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، مؤكدين على دعمنا الكامل لجهودهم نحو تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. ويحودنا الأمل بأن تضافر الجهود لمعالجة الأوضاع المأساوية التي تمر بها منطقتنا، وعلى وجه الخصوص التطورات في العراق، سوريا، ليبيا، لبنان، أفغانستان وغيرها من القضايا الأقليمية التي لا تزال تلقى بظلالها على استقرار الأمن الأقليمي والعالمي. وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، فإننا نؤكد على موقفنا المبدئي القائم على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي المبني على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستغلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها. وختاما، لا يسعني إلا أن أعبر عن تطلع بلدي الصغير بحجمه الجغرافي، الكبير بطموحاته، المحصن بوفاء وولاء شعبه الأصيل ومبادئه في الدفع بالسلم والعمل الإنساني، البلد القوي بتعاونه الأخوي مع أشقائه وأصدقائه، تطلعه الدائم إلى عالم يسوده الأمن والأمان، وأن يتحقق لكافة الشعوب طموحاتها وآمالها، وأن يتحد الجميع صفا واحدا لنبذ الصراعات وتجنب الخلافات لمواجهة الأخطار والتحديات المحيطة بنا. وينبغي أن نستشعر النعم التي أنعم الله بها علينا تحت الأرض وفوقها، وأهمية المحافظة عليها، داعين المولى العلي القدير أن يوفق جهودنا لما فيه خير ومصلحة أوطاننا ورفاه شعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سمو الشيخ مشعل أحمد الصباح على كلمته.